احنا في السوق هنا من ساعة ما اتنقل بقالنا حوالي سنة ونص هنا. المميزات نظافة، اهتمام بالجسم او بالزبون، بس خدمة كويسة، انواع سمك كويسة، فريش واغلبيتها طازة، خلاف السوق القديم كان عشوائيات وكان مفيش خدمة اساسا ولا في نظافة ولا الكلام ده كله. ده اسمه كبار بلدي اهو، ده بيعمل 50. تمام. وفي الدنيس ده بتاع سنار عامل 100. اه سنار مش مزارع على فكره. ها وفي ده برده سنار اهو عامل 140، وفي ده برده سنار اهو عامل 120. شايف السمك عامل ازاي؟ ده بتاع سنار مش مزارع. وفي السبيطه اهي زي الفل اهي ب 140. وفي غطا موسى زي ما انت شايف حضرتك، قليل شويه برضه بيعمل 160 جنيه، وفي الاقل شويه عامل 140، وفي الازهر عامل 100، والارز ده كله بتاع صنار كبير ده ب 120 جنيه، وده جمبري بلدي ب 140، وده جمبري مزارع ب 120. حجمه كبير جدا وجميل جدا في الاكل على فكره. والكابوريا ب 80 جنيه النتايات، والبور الكبير ده ب 60 جنيه، والتنس الصغير ده بتاع سنار ب 80 جنيه. مش عارف الناس هنا في بورسعيد قلقانه من السوق الجديد ليه؟ السوق جميل جدا والله، ونضيف ومشرف، وممنوع حد يكلم حد هنا باسلوب وحش، لان في اداره طبعا هنا في السوق، كلنا بنحترم الزبائن اللي بتجي لنا هنا بورسعيد طبعا، اذا كان من بورسعيد ولا من بره بورسعيد بنحترمهم. والناس واخده فكره وحشه عن السوق هنا في بورسعيد، يعني مش عارف ليه. السوق جميل والاسعار شبه بره، ممكن اقل من بره كمان. يعني احنا هنا بنجيب السمك والله ساعات بنبيعه حق عشان نجبر الناس تنزل، ما بنكسبش حاجه ساعات والله العظيم، بس عشان الناس تنزل. بس رساله وكاله المسؤولين احنا اقول لهم ان احنا متشكرين جدا على السوق اللي اتعمل ده، بصراحه حاجه مشرفه جدا جدا لبورسعيد. وبس الدنيا تتحرك بس شويه بس، ونشكر اللي هو طبعا عادل الغضبان على المجهود اللي عامله في السوق دوت، بصراحه يعني حاجه مشرفه جدا لبورسعيد والله العظيم. يعني بامانه قاعدين في نظافه وقاعدين في مكان كويس، والناس بتنزل هنا، الناس الغريبه اللي بتيجي من بره بورسعيد بتبقى مبهوره جدا بالسوق هنا عندنا. والمطاعم طبعا عندنا برضو مطاعم هنا اسعارهم كويسه و100 100، علشان كل ده علشان نخلي الزبون يتعود يجي السوق ده.